بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أه نستكمل معاكم أه شرح محاضرات الصيدله السريريه المرحله الرابعه للامتحان التقويمي. أه الكارديو فاسكولار سيستم يعتبر من السيستمز المهمه جدا أه على الصعيدين، الصعيد فعلا العلمي وايضا على صعيد الامتحان. فلذلك صارت الرأي بين الأساتذة أن نبدأ بالكارديو فاسكولر سيستم شرحنا لكم الهايبرتينشن والآن راح نشرح الهارد فيلير الهارت فيلير اللي نحكي عنه يا شباب الآن هو الهارت فيلير اللي نقصد كرونيك هارت فيلير كرونيك هارت فيلير يعني المريض عنده مشكلة بالكرونيك بالإفشنسي أوف ذا هارت أكو موضوع ثاني محاضرة بالمحاضرة الجاية راح نشرحه يسمونه الديكومبنسيتد هارت فيلر او الاكيوت هارت فيلير ذاك آآ طريقته وعلاجه واعراضه فشيء مختلف جدا عن عن الهارت فيلير الكرونيك هارت فيلير بصورة عامة من أقول هارت فيلير هارت فيلير هي مشكلة عندي بالهارت بالإفشينسي أوف ذا هارت تو بامب بلاد تو ذا تيشوز إحنا سابقا كنا إذا تذكرون حتى بالباثوفيزيولوجي وبغير دروس كنا نعرف الهارت فيلير بعيدا عن هذا قدامكم الكلام inability of the heart to pump sufficient quantity of blood to meet the metabolic requirement of tissues التشوز بطبيعة الحال تحتاج بلد أو بالأحرى تحتاج الأكسجين الموجود بالبلد فلذلك إذا الهارت ما يقدر يلب رغبة التشوز من البلد بطريقة معينة هذا نعتبره heart failure so it is a progressive syndrome that Uh, can result from any changes in cardiac structure or function that impair the ability of the ventricle to fill with or eject blood. فالنتيجة النهائية من هذا التعريف نعرف أنه إحنا عندنا مشكلة إما مشكلة بالهارت نفسه إذا نباوع هذا الهارت نفسه وعندنا four chambers بالهارت عندنا left ventricle, right ventricle وعندنا left atrium and right atrium إذا عندي مشكلة بالفولينج اوف of the heart، أوف of the heart، نعرف احنا الفولينج اوف of the heart دائما يصير خلال فترة الدايستول والـ ejection of the blood from the heart دائما يصير خلال فترة السيستول فلذلك إذا عندي مشكلة بالفولينج نفسه ممكن يصير heart failure ونسميه دايستوليك هارت failure أو ممكن يصير عندي مشكلة بالإيجكشن أو الإفشنسي efficiency of contraction of the heart وبهاي الحالة راح يسوي لي فتصي فد شيء عفوا يسمونه السيستوليك هاي هارت فيلير اوكي سو اذا عندي مشكله بال Again, اذا عندي مشكله بالفولينج اسميها دايستوليك هارت فيلر اذا عندي مشكله بالاجكشن اوف بلاد هاي اسميها سيستوليك هارت فيلير طبعا انا بالصبوره اذا طلبتنا اللي ادرسهم شرحت بالصبوره تفاصيل كثيره غير هذه غير الموجود بالمحاضره تفاصيل على الصبوره حكينا انواع كثيره من الهارت فيلير والكلاسيفيكيشن حسب الاناتوميكال كلاسيفيكيشن او الفانكشنال كلاسيفيكيشن هاي الاشياء ما مطلوبه منكم بس كامتحان وزاري بس لا باس انه واحد يعرفها الهارت فيلير وذ Reduced Ejection فراكشن انتم تعرفون اذا انا ارسم لكم الهارت اجين هنا بهذا المكان ارسم الهارت والهارت عندنا احنا اللفت فنتركل اللفت فنتركل يا شباب من يمتلي يمتلي مثل ما قلنا لكم بلحظة بالفترة مالت الدايستول بها إذا امتلى اللفت فنتركل أكثر تقريبا كمية يوصلها الدايستول من ينترس أكثر شيء يوصل تقريبا هو 120 سي سي ياخذ 120 سي سي بلد ينترس يعني هذا الجزء هذا المكان بيصير ب 120 سي سي ال 120 سي سي هاي اسميها اند دايستوليك فوليوم يعني معناها الفوليوم الموجود بالفنتركل بنهاية الدايستول هذا الان دايستوليك فوليوم هو بالحقيقة 120 طيب من أسوي إيجكشن الهارت يسوي إيجكشن خلال فترة السيستول من يسوي إيجكشن خو ما يطلع ال 120 كلها لا راح يطلع منها فقط 70 سي سي تقريبا هاي ال 70 سي سي على ال 120 إذا, إذا قسمناها تطلع تقريبا قريب ال 60 60 إذا ضربناها في 100% يطلع 60%، يعني 60% من ال 120 هو يطلع خلال فتره السيستول. هاي ال 60% اسميها ايجكشن فراكشن. الايجكشن فراكشن طبعا بالنورمال مو كل الناس 60%، اكو ناس 50% الى 70%، يعني نورمالي اقول 50% الى 70% الايجكشن فراكشن يعتبر آه مقبول. ولكن اذا واحد عنده مشكله بالسيستول، اذا ريديوس سيستوليك فانكشن. شو تتوقعون الستروك فوليوم يبقى 70 سي سي لو راح ينزل اكيد راح ينزل راح ينزل فاذا نزل هذا معناها مو 70 سي سي تطلع من اصل 120 وبالنتيجه النهائيه راح الاجكشن فراكشن الرقم مالته راح يقل لذلك اذا صارت عندنا هاي الحاله يعني تقل السيستولك فانكشن وبالتالي الاجكشن فراكشن راح يقل لفت فينتريكولر اجكشن فراكشن راح يقل إذا قل أسميه نوع من الهارت فيلير أسميه هارت فيلير with reduced ejection fraction هاي الآر الزغيرة أوكي بينما إذا عد الهارت الهارت مو مشكلته بال بالسيستول مو مشكلته بالإيجكشن مو مشكلته بالكونتراكشن لا مشكلته بالدايستول مشكلته بالريلاكسيشن ديورينج دايستول ما راح يسوي فل ريلاكسيشن بحيث ما راح ينترس ترسه ترسة كاملة بدل ما نورمال يوصل 120 سي سي يجوز يوصل 100 أو 90 سي سي أو 80 سي سي بحيث 80 سي سي أصلا هو بالفينتركل 80 سي سي حتى لو الفينتركل حتى لو الفينتركل طلع من ال 80 سي سي افتراضا في 50 سي سي أو 40 سي سي 40 سي سي طلع من الفينتركل خلال فت... كل كل ستروك كل بيت كل ستروك فوليوم هو 40 سي سي طبعا ال 40 سي سي قليله بالنسبه لل 70 سي سي النورمال هي ستروك فوليوم بس اذا تقسم شيء على شيء يطلع الاجكشن فراكشن 50% هذا ال 50% حسب النورمال فاليو نورمال مو بس اذا تباوعها ال 50 سي سي هاي اللي هي 50% العفو طلعت لي بس 40 سي سي لان الاصل الان دايستوليك فوليوم هو قليل فال 40 سي سي ما راح تلبي رغبات التشو التشو يحتاج تقريبا 70 سي سي يلا سد حلقه و... وتقول له اوكي يعني خلص هاي انت انطيتك حاجتك فلذلك بالنتيجه هذا اسميه هم هارت فيلير بس النوع مالته وذ بريزيرفد ايجكشن فراكشن وحقيقه من اقول بريزيرفد ايجكشن فراكشن هو هذا رقم كاذب والا هي بالحقيقه يبقى عندنا هارت فيلير نرمز له هارت فيلير وذ بريزيرفد ايجكشن فراكشن فاذا تباعون هنا أدي سيستوليك هارت فيلير مشكلتي الرئيسية بالسيستول يعني مشكلتي بالكونتراكشن يعني مشكلتي بالإيجكشن أوف بلاد مو كافي بينما بالدايستول مشكلتي بالريلاكسيشن بالفولينج الفولينج يعني أنت عندك مشكلة خلينا نقول بال بال contraction of the heart during systole يعني ال تكون ربما قليلة أو بال اوف of contraction during systole أسميه systolic إذا مشكلتي بالريلاكسيشن أو بالفولينج أسميه diastolic فيزيولوجي صراحة كلام كثير هو بمجرد أنه يقل الـ الـ يقل الـ إذا أنا أخذ من رخصتكم خلي أخذ لي ورقة هنا لا بأس أنه أوضح لكم بعض الأمور عليها شوفوا إحنا بصورة عامة إذا عدنا هذا الهارت عندنا هذا الهارت الهارت عندنا إيجكشن فراكشن قصدي قصدي العفو اللفت فنتركل هذا اللفت فنتركل إذا اللفت ventricle صارت بمشكلة بحيث يعني مبدئيا راح يقل الكاردياك آوت بوت، أي فيلينج هارت راح يقل عند الكاردياك آوت هو هذا التعريف تعريف الهارت فيلير دائما الكاردياك آوت قليل بحيث ما يلبي الريكوايرمنت مال التشووز طيب إذا الكاردياك آوت قل، مبدئياً كباثو فيزيولوجي كباثو فيزيولوجي إيش راح يصير بالكاردياك آوت إذا قل الكاردياك آوت بوت؟ راح التشوز راح تحتاج دم مو؟ فمن تحتاج دم مثلاً الكدني أو البرين أو الليفر أو إلى آخره تحتاج دم أكثر عضوين بالجسم نحسات عندنا من يقل البلد فلو إلهن أو من يقل الكاردياك أوتبوت إلهن ويقل الأكتيفيتي يقل يقل شير من الكاردياك أوتبوت إلهم أكثر عضوين نحسات ودائما يظلن يلحن على الهارت يقول لا أريد حصتي أنا من الكاردياك أوتبوت هن اثنين اللي هو البرين برين هنا والكدني اوكي البرين والكدني طيب اذا قل الكاردياك اوتبوت البرين ايش راح يفتهم راح يفتهم يفتهم انه الهارت ما جاي يشتغل زين فراح يدز له يدز له نورابينفرين او ابينفرين خلينا نقول يزيد السمباثيتك اكتيفيتي البرين راح يزيد السمباثيتك اكتيفيتي ك ك كرفلكس كرفلكس او ككومبنسيشن او كمحاوله للتصحيح يزيد السمباتيك اكتيفيتي اذا زادت السمباتيك اكتيفيتي ممكن بالبدايه تحسن الهارت تزيد الكونتراكتيليتي مالت الهارت بس بعدين راح اقول لكم شلون تاذي إذ طيب الكدني شلون راح هذا الكدني مبدئيا من قل الكاردياك اوتبوت الها راح يقل الجي اف ار صح الجي اف ار اذا قل الجي اف ار ايش راح يصير يعني معناها الكدني راح تستجيب تطلع رنن والرنن بالنهايه راح يعطيني انجيوتنسين 2 هذا عن طريق الراس سيستم والانجيوتنسين 2 بالنهايه ايضا راح يعطيني الدوستيرون صحيح؟ الدوستيرون فاثنين هنا الانجيوتنسين 2 والالدوستيرون اثنين هن يحاولون يصححن الوضع الانجيوتنسين 2 مبدئيا على مود انقذ الكليه راح يسوي فيزو كونستركشن بال الاوتبوت بلاد فلو من الكدني والالدوستيرون راح يسوي صوديوم اند ووتر ريتينشن على مود يزيد بلاد فلو عود حتى يزيد الكاردياك اوتبوت اذا هاي الاشياء الثلاثه السمباثيتك اكتيفيتي والانجيوتنسين والالدوستيرون ثلاثتهم دول ثلاثتهم اذا قدروا ينجحون بزياده الكاردياك اوتبوت مره ثانيه هذا الحاله اسميها كومبنسيشن كومبنسيشن يعني الهارت بيصير بهيك شغله قلل اوت اوتبوت ونجحوا ذول الثلاثه بارجاع الكارديو اوت كاردييك اوتبوت اسمي كومبنسيتد هارت كومبنسيتد هارت بينما اذا ما نجحن اسد اسميه دي كومبنسيتد هارت فانا اول مفهوم صار عندي كومبنسيتد ودي كومبنسيتد هاي العباره ما موجوده بالمحاضره بس على مود تفهموها كومبنسيتد ودي كومبنسيتد هارت طيب أه يعني اذا اذا ذني أه أه الاباوع ذن الاشياء الثلاثه ذني الاشياء الثلاثه اللي هي انكريز سمبثيتك اكتيفيتي وانكريز انجيوتنسين 2 وانكريز الدوستيرون ذني الثلاثه اذا خلينا نفترض ما نجحن بزياده الكاردياك اوتبوت وصار عندي دي كومبنسيتد هارت ذول راح ياذن لي الهارت شلون ياذن الهارت؟ ياذن الهارت بالطريقه التاليه السمباثيك اكتيفيتي هو الهارت اصلا تعبان وانا جاي اسوي له ستيميوليشن ستيميوليشن ازيد الكاردياك اكتيفيتي عن طريق السمباثيك سيستم انكريز كاردياك اكتيفيتي عن طريق السمباثيك سيستم طيب هو تعبان بعد ما يقدر يعني ما يقدر يلبي ما يقدر يعطي اكتيفيتي هو خلص وصل اخره خلص هذا يشبهونه يا شباب بيش يشبهونه يشبهونه اذا واحد يعني عنده آه عربه عربه انا ما اعرف ارسم بس يعني عربه ويجرها حصان هاي عربه ويجرها حصان هاي العربه وانا اصعدها على تله جاي اصعد اللي فوق العربه اللي ص... اللي ص... اللي آه حصان جاي يجر له والعربه مليئه بالاثقال ما يقدر الحصان يصعد العربه على التله كل ما يصعد على التله تصعب عليه الشغله فلذلك صاحب الحصان هو يضرب الحصان يقول له يابا يلا تحرك 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 وما يقدر إذا زود عليه الضرب ربما يوقع الحصان ينتهي يصير عنده فيلير بعد ما يقدر يصعد شايفين احنا حالات هواية نشوفها بالشارع هيتشي فلذلك احنا الهارت هو تعبان والبرين جاي يضربه بيش يضربه بالصوت الفلا يعني فلاجينج اوف ذا هارت فلاجينج يعني ضربه بالصوت شنو الصوت مالت البرين السمباتيك اكتيفيتي فبالنتيجة النهائية الهارت ما يقدر ما يقدر بعد يستجيب للسمباثيتيك اكتيفيتي بحيث ممكن تسوي فيلير فيلير بالهارت فلذلك احنا عبارة نقولها دائما توصف هاي الشغلة نقول نفر نفر فلاج فلاج يعني صوت ذا تايرد تايرد هورس هورس يعني الحصان فيقول لك نفر فلاج ذا تايرد هورس يعني هذا القلب يسمونه قبل... يعني ما تقدر تسوي له فلاجنج فلاجنج ممكن يصير فيلير فاول شغله اللي زيدت لي هي السمباثيتك اكتيفيتي ثاني شغله اللي تزود لي هو الانجيوتنسين 2 الانجيوتنسين 2 هذا راح يسوي سيستمك فيزو كونستركشن فبما انه الهارت يعني الهارت مشلب بيه الأورت هنا أنا. الاورته مشلب بالهارت فلذلك اذا صار عندي سيستميك فيزو كونستركشن راح يزداد الافتر لود بالاورته اذا ازداد الافتر لود بالاورته الهارت بعد راح تجي صعوبه اكثر بعد ما يقدر يضخ ضد هذا الضغط العالي الموجود بالاورته وبالتالي راح يزداد حاله الفيلينج اوف ذا هارت فلذلك المتهم الثاني بمساله الفيلير اوف ذا هارت هو الانجيوتنسين 2 والشغله الثالثه الالدوستيرون كان بالبدايه محاوله حتى يزيد يسوي صوديوم اند ووتر حتى يزيد بلاد فوليوم بس بمرور الوقت راح يزداد الصوديوم اند ووتر ريتنشن ويزداد الكونجستشن ويزيد الكاردياك اكتيفيتي فاذا تباعون هنا عندي انا صارت ثلاث شغلات الالدوستيرون هذا والانجيوتنسين 2 والسمباثيتك اكتيفيتي ثلاثتهم متهمات رئيسيات بالكاردياك فيلير لذلك اهم شيء انا احفظه هنا اذا اريد اعالج الهارت فيلير علاج رئيسي وعلاج اساسي بحيث اقلل المورتاليتي نتيجه الهارت فيلير وازيد السرفايفل مال البيشنت عد ثلاثه اوبشنز ذن تحفظونهم مثل ما تحفظون اسمائكم لازم اتخلص من السمباتيك اكتيفيتي بالبيتا بلوكر اذا علاج البيتا بلوكر يقلل المورتاليتي اتخلص من الالدوستيرون بالالدوستيرون ريسبتر بلوكر او يسمونه سبايرون لاكتون الالداكتون سبايرون واتخلص من الانجيوتنسين 2 عن طريق الاي سي هيبيتر او الاربس اذا سالتك قلت لك شنو الادويه الرئيسيه اللي تقلل المورتاليتي بالهارت فيلير تقول لي بيتا بلوكر وكالس واي اي سي انهبيتر وسبايرونولاكتون منين عرفناها نذني وترسخن عندنا من فهم الباثوفيزيولوجي مالت الهارت طبعا عندنا شغلتين شغلتين ثانيات مثلا الأنجيوتنسين 2 او عندنا اي عندنا فيزو كونستركشن ممكن دائما تصاحب الهارت فيلير عمليه فيزو كونستركشن فيزو كونستركشن لذلك وحده من التريتمنت مالت الهارت فيلير ايضا اللي ما نعتبرها اعتبرها يعني تقلل المورتاليتي لكن نعتبرها سيمتوماتيك تريتمنت هي الفيزو دايليترز نطي فيزو دايليتر مثلا نطي هيدرالازين نطي نايتريت الى فيزو دايليترز وبعد الشغله الثانيه ايضا ممكن اذا صار فلود اوفر لود ممكن استعين بالدايوريتكس اللي هي ثيازايد او لوب دايوريتكس حسب الحاله مثل ما راح نناقشها فهاي بصوره عامه فرصه يعني استرجعنا بها كل التريتمنت اوف هارد فيلير. بعد ادي شغله مثلا ادي مثلا اخر خيار اذا ممكن اضيف الديجوكسين لزياده الافشنسي اوف كونتراكشن بالهارد وكل هذا هي عباره عن اوبشن للهارت فيلير. كاكتيفيتي الثلاثه المهمات الكبار الثلاثه بالتريتمنت اوف هارت فيلير هي بيتا بلوكر. وايس ان هيبيترز اور ارب وسبايرونالاكتون والباقين والباقيين يعني اللي ساعدوهم ممكن فيزو دايليترز ممكن دايورتكس ممكن ديجوكسين نستكمل المحاضره هسه المكتوبه إن يمكن صار عندكم فد صار عندكم فد فكره عامه فاذا نباوع Causes اوف Systolic Dysfunction ممكن قد يكون المريض قلل الكاردياك اوتبوت مالته نتيجه مثلا قلل كارديك او صار عنده سيستوليك ديس نتيجه شنو الكونتراكتيليتي مالته قليله نتيجه واحد عنده صار مثلا مايوكارديال انفاكشن بحيث الهارت اكو جزء ميت منه بحيث ما يقدر يسوي كونتراكتيليتي قويه بينما الكوزز اوف دايستوليك ديس فانكشن مالي هي ريستريكشن اوف فولينج مثل ايش الريستريكشن اوف فولينج مثلا واحد عنده فينتريكولار هايبرتروفي هاي الفينتركل هنا الفينتركل الجدار مالتها متضخم فالغرفه مالت الفينتركل قليله فلذلك الفولينج ايش قد ما يريد ينترس يصير ما متروس هوايه او ما يوصل لل 120 سي سي او مثلا الفينتركلر بي Stiffness صاير Fibrosis او صاير اي شيء بالوول مالته بحيث ما يقدر يتمدد شويه وينترس زين اوكي زين طبعا دائما الليدين كوز الليدين كوز اوف هارت فيلير يعني المريض منين يموت على الاكثر المريض يموت من الهايبرتنشن من الهايبرتنشن والكورونري ارتري ديزيز الليدين كوزز العفو سوري الليدين كوزز مو اوف ديث اوف هارت فيلير ممكن الكورونري ارتري ديزيز اند هايبرتنشن انا رحت على غير شغله زين فاجين الديكريز كاردياك اوت بوت اذا قلل الكاردياك اوت راح تزداد السمباثيتك اكتيفيتي سوف تسوي لنا تاكي كارديا اكتيفيتي اللي حكيناها يصير صوديوم اند ووتر ريتنشن عن طريق الالدوستيرون يصير فيزو كونستركشن يصير فينتريكولار هايبرتروفي عند المريض لانه يصير اكسسيف ستيميوليشن للكاردياك مصل ويصير عمليه الريمودلينج الريمودلينج ممكن يتغير الشيب and سايز أوف left ventricle وبالتالي هاي العملية يصير بيها ريموديلينج ودائما المتهمات الرئيسيه بالريموديلينج يعني سبب الريموديلينج شنو سبب الريموديلينج هو الانجيوتنسين 2 وسبب الريمودالينغ الثاني هو الالدوستيرون الالدوستيرون سبب الريموديلينج الثالث هو النور ايبينفرين يعني بس الرئيسيات هن الالدوستيرون والانجيوتنسين 2 ويساعدهن النور ايبينفرين ذني الميدييتر لذلك انا اذا اسالك بعدين بالمحاضره او بالامتحان اقول لك شنو الأدوية اللي تقلل الريمودلينج بالهارت أنت وأنت مغمض تقول دكتور الأيس انهيبيتر أو الأربس لأنه حتى أعاكس هذا المتهم وبعد سبايرونا لاكتون أيضا يفيد بالريمودلينج ليش؟ لأن الألدوستيرون هو سبب بالريمودلينج ممكن البيتا بلوكر حتى توقف عمل النوربنفرين زين فبالبدايه قلنا يصير كومبنزيتن ميكانيزم تحاول الكومبنزيتن ميكانيزم تصلح بس بعدين ما تقدر تصلح وممكن قد يكون نفس الكومبنزيتن ميكانيزم اللي كنت انا اقول ممكن راح تصلح لي نفسها اذا فشلت ممكن كونتريبيوت تو ديزيز بروجريشن مثل ما حكيت لكم بالمخطط اللي رسمته على الشاشه زين هذا نفس الحكي اللي حكيناه الكومن بريسبيتيتن فاكتور ممكن اللي تسوي هارت فيلير شنو اللي يسوي بين كوز بريفيسلي كومبنسيتد هارت فيلر تو مثلا واحد عنده هارت فيلر اه وخلص كومبنسيتد والامور اوكي طيب شنو تخلي ال كومبنسيت؟ شنو تخلي تدهور حالته؟ ممكن واحد صارت عنده مايوكارديال اسكيميا او ام اي قلنا هي سبب من الهارت فيلر ممكن واحد عنده نن ادهيرنس وذ دايت اور دراج ثيرابي ممكن ياخذ اشياء اللي هي تاثر على الهارت او ان ابروبريت ان ابروبريت ميديكيشن يوز كل هاي الاشياء هي ممكن تسوي ديتيروريشن بالهارت فيلير عندنا ادويه ايضا ادويه ممكن الادويه اللي هي نيجاتيف اينوتروبيك افكت عندها مثل الفراباميل آه, ممكن اكو ادويه مثل الدوكسوروبيسين توكسيك هذا ما موجود بالمحاضره دوكسوروبيسين أه ممكن الناس اللي الادويه اللي تسوي صوديوم اند ووتر ريتينشن مثل هاي اوف اندوميثاسين كذا ذن الاشياء كلها ذن هن ادويه ممكن اكساسر بيت الهارت فيلير طيب شغله الثانية الاعراض شنو هي الكلينيكال برزنتيشن اوف هارت فيلير وحده من اهم الاشياء اللي تسوي يعني اللي يشعر بها المريض هي ديزنيا اون اكزيرشن دي او اس او بي اس او بي يعني شورتنس اوف بريث بس هي ديزنيا اون اكزيرشن يعني يختنق المريض اذا سوى اي جهد يصير عنده فتيك اكسرسايز intolerance يعني ما يقدر يتحمل الجهد هاي ديزني اون exertion شغلات اخرى ممكن يصير عنده pulmonary symptoms مثلا يصير عنده اورثوبنية كلمة اورثوبنية تعني المريض من يستلقي مو من ينام مو ينام هذا ينام ويشخر بس لا من يستلقي على 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 الفراش مالته اذا ما مخلي مخده خصوصا اي أه يصير ده اورثوبنيه يعني يختنق نتيجه الوضع النوم مالته اورثوبنيه او شغله ثانيه يسمونها باراكزيزمال نوكتيرنال ديزنيه شنو فرق الاورثوبنيه عن الباراكزيزمال نوكتيرنال ديزنيه الاورثوبنيه يا شباب واحد من يستلقي يختنق بس يقعد يعدل نومته يستعدل ما عنده شيء بينما الباراكزيزمال نوكتيرنال ديزنيه مو هاي مشكلته انه من ينام يظل ساعه ساعتين ثلاثه نايم ساعه الساعه يصحى على خنقه كلش قويه مأذيته صايره تاكبنية بنيه وكاف تاك يعني سريع التنفس مالته سريع وشالو شالو يعني ما يقدر مو ديب بريذنج لا يصير شلو بريذنج فبالتالي المريض بهاي الحاله يسمونها باراكزيز مال نوكشنال ديزني بس على مود تميزون بيناتهم ايضا يصير عنده طبعا هي كلها نتيجه فلود اوفر لود وبلمونري كونجستشن والى اخره بيرفرال اديما كل هاي الاشياء تصير بالهارت فيلير ال النان سبيسيفيك المريض طبعا فتيك ما يوصل دم للتشو زين ما يوصل أوكسجين زين يصير عنده نوكتشوريا بلوتينج وبور ابيتايت ليه صار عنده فلوت لانه صراحه اكو كونجستشن يصير بال بال كونجسشن يصير بالسيلز مالت من مال مالت الجي اي تي سيستم وبالتالي كل هاي الاشياء تؤدي الى هذا الشيء طبعا تصير عندها بيرفرال اديما المريض البيرفرال اديما يا شباب مالت الهارت فيلير مختلفه عن غيرها مثلا مثل عندنا احنا اكو اديما تصير ويا الهايبوثايرويديزم اكو اديمة تصير بالدي في تي ثني أنواعها مختلفه بس مالت الهارت فيلير نوعها مميز ليش لانه الإديمة مالتها نتيجه تجمع السوائل بالرجل تجمع السوائل من تضغط عليها راح تترك أثر تترك حفرة شوفون هاي الحفرة اللي تركتها على الرجل يعني من تخلي أصبعك تسوي عليها كومبرشن راح تترك حفرة الحفرة يسمونها بيت بيت يعني حفرة فهاي البيت إذا قلنا نس... لذلك نسمي الإديمة بيتينج إديمة يعني الإديمة نوعها اللي يترك حفرة على من تسوي لها وطبعا هاي البتينغ إديمة بها أنواع يعني أنواع درجات بها تعتمد على البيتينج على, كم على الفترة اللي يبقاها وعلى الجد ايش قد راح يصير يعني بيها كلاسيفيكيشن كلينيكال ايضا المريض عنده يصير جاجولر فينوس ديستنشن المريض من يدور وجهه هيك ويصير بزاويه 45 زاويه 45 نايم زاويه 45 وداير وجهه راح شو يصير يصير, يصير الجاجولر فين هذا الجاجولر فين يصير ديستندد اند انجورجد وذ بلاد كلمه انجورج يعني متروس بلاد وديستندد شوفون هذا هنا عفوا اذا بس خلي أرجعنا وين هذا ما ادري هاي ليش صارت بس اسمحوا لي اسمحوا لي ارجع لها آه. اوكي فهنا عندنا يا شباب آه اي عندنا عندنا هذا المريض خل ارجع له معذره معذره منكم جميعا فال هذا الوريد تشوفونه الوريد هذا الاكسترنال جاجولار فين شلون ديستندد وبالفيزيكال اكزامينيشن مثل يعرفون شلون يسووله اكزامينيشن المريض ينام بزاويه 45 ويشوفونه ايش قد واصل وين الديستنشن لحد من واصل ويجيبون مسطره يمدونها هيكي ويمدون مسطره هاي المسطره منها موجودة ممدوده بعدين يجيبون مسطره ثانيه وينزلونها بالضبط على عظم القص على ستيرنال انجل ويشوفون ايش قد بالضبط المسافه بهاي الحاله اكو قياسات معينه مقبوله للرقم معين فيعرفونه كل ما صاعد يعني صاير عده جاجولار فينوس ديستنشن هذا الجاجولار فين ليش يصعد هذا الاكسترنال جوجلر فين طبعا هو الانترنال جوا صاير الاكسترنال جوجلر فين هذا صاعد وهذا لانه الهارت الموجود هنا الهارت خلينا نقول هنا هذا هنا الهارت هذا الهارت هذا الرايت هذا الرايت اتريوم هو الفينز تودي له عن طريق السوبير فينا كذا راح تودي الدم زين اذا هذا كونجستد ومتروس بلاد مو يصعد البلاد هنا ويبقى متروس وبالتالي يصير جاجولار فينس ديستنشن هاي ساينس مالت الهارت فيلير الدايغنوسس نعتمد على هوايه دايغنوسس كومبليت هيستوري فيزيكال اكزامينيشن يدزون على لاب تيست يسوون ايفالويشن للبيشنت خاف خاف عنده سوسبيكتد هارت فيلير ايضا يسوون لاب تيست ما يدزون مثل ما قلت لكم يعني قد يكون على الرينال يشوفون مشكلته كدني هيباتيك ثايرويد فانكشن تيست ايضا يشيكون الثايرويد فانكشن الايرون ستديز بحيث يعرفون اخاف عنده انيميا ليبيدو بروفايل اي 1 سي حتى يشوفونها دايابيتك لولا الى اخره هاي الاشياء كلها بكل الديزيز مال الكارديو فاسكولر أه سيرم كرياتينين ايضا حتى تشيك ايضا تشيكون تشيكون أه الكدني واذا لقوه صاعد السيرم كرياتينين هذا معناها هايبو بيرفيوجن ديو تو هايبو بيرفيوجن ممكن يصعد ايضا بري اكزيستنج رينال ديس فانكشن كان كونتريبيوت تو ذا اوفر لود طبعا قلت لكم من ساعه قلت لكم نتيجه compensatory mechanisms ونتيجة الاكسسيف stimulation of cardiac muscle ممكن ونتيجة هذا الكونسيستنت أم ال elevation بلاد راح يصير hypertrophy هذا الهايبرتروفي شلون يشوفونه بالدايغنوسيس ممكن يدزونه على تشيست راديوغراف او تشيست اكس راي او سي اكس راي يسمونه سي اكس ار هذا يروحون يشوفون مبين الهارت اكو الا بالسي اكس ار حدود طبيعيه فاذا متجاوز هاي الحدود والهارت صاير هذا يصير معناها صاير عده آه صاير عده فينتريكولار هايبرتروفي او يدزونه على ايكو كارديوغراف الايكو او الايكو كارديوغراف العفو أه هذا الاي سي جي الايكو كارديوغراف ممكن يبين لي الايكو كارديوغراف ايكو ايضا يبين لي انه اذا اكو كارديو اكو هايبرتروفي او لا الاي سي جي ممكن الاي سي جي يبين لنا آه يبين لنا اذا اذا, إذا المريض عنده مشكله بالكاردياك اكتيفيتي او لا شوفون هاي الصور كلها بالسي اكس راي تبعون الهارت نورمالي ماخذ هاي الحدود هذا الهارت نورمال ماخذ بينما شوفوا الدستندد وش كبره صاير هذا يسمونه كارديوميجالي صاير نتيجه الهايبرتروفي اوف ذا هارت البولمونر اديما بينك تلاحظون هذا الفيلد تلاحظون هذا نورمالي نورمالي اه السي اكس راي نورمال بينما تشوفون البولمونر اديما عباره عن الفيلد كله مالتها صاير عباره عن فلويد الايكو كارديوغراف ممكن Uh, الجرام هنا ممكن يشوفون اللفت فنتكرال ريجكشن فراكشن ايش قد ابعاد القلب حتى يحددون اذا المريض عنده سيستوليك اور دايستوليك ديس فانكشن كل هذا بالدايجنوسز طبعا غير غير اللي حكيناه احنا عندنا كلاسيفيكيشنز اكو تو كلينيكال كلاسيفيكيشنز يبينن الهارت فيلير واحد يسمونه نيويورك هارت اسوسيشن وواحد يسمونه الامريكان كولج اوف كارديولوجي امريكان هارت اسوسيشن نيويورك هارت اسوسيشن اذا نرجع لهنا نيويورك هارت اسوسيشن هذا اصنف لي الهارت فيلير الى كلاسز كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4 كلاسز يعني مو ستيجز كلاسز شنو الكلاسز الموجوده عندنا مثلا عندنا فانكشنال كلاس يعني يقيس الفانكشن مالت الـ مالت الـ مالت, مالت المريض يعني البيشنت اللي ما عنده ليميتيشن بالفانكشن فيزيكال اكتيفيتي ما يحتاج ليميتيشنز هذا اسميه كلاس 1 اللي يحتاج سلايت ليميتيشن اسميه كلاس 2 اللي يحتاج ماركت ليميتيشن اسميه كلاس 3 واللي لا والله هذا كل شيء ما يقدر يسوي اصلا انيبل تو كاري فيزيكال اكتيفيتي نسميه كلاس 4 بينما بين ستيجز اي وبي وسي ودي ايضا نفس الطريقه الاي معناها المريض مالتي اذا انا هنا المريض مالتي بالاي هذا المريض اللي ما عنده هارت فيلير بالحقيقه بس ايش عنده؟ عنده ريسك فاكتور واحد من الريسك فاكتور اللي يسوي هارت فيلير مثلا واحد عنده هايبرتينشن بينما كلاس بي كلاس بي هو بالحقيقه اللي يحتاج سلايت ليميتيشن بالاكتيفيتي كلاس سي اللي يحتاج ماركت ليميتيشن ليميتيشن بالاكتيفيتي او قصدي مو كلاس ستيج العفو ستيج دي هي اللي المريض يحتاج كومبليت ريدكشن بالفيزيكال اكتيفيتي يعني تقول له انت كل شيء ما تقدر تتحرك بعد اوكي هذا طبعا اذا تيجي واحد يسالني يقول لي يا هل احسن الامريكان كولج اوف كارديولوجي امريكان هارت اسوسيشن لو الاحسن نيويورك هارت اسوسيشن بال... بال... احنا حسب بالجايد لاين بالتريتمنت نعتمد على الامريكان كولج اوف كارديولوجي امريكان هارت اسوسيشن اوكي طيب اذا نروح للجول اوف ثيرابي احنا احنا من نريد نعالج المريض شو نريد من المريض وحده من اهم الشغلات اللي نحتاجها من المريض على مود اوب هارت فيلير احنا نحاول امبروف الكواليتي اوف لايف مالته ليش لانه هو ما يقدر بس يتحرك شويه يظل يلهث ويقل يصير عنده شورتس اوف بريث والى اخره بس ينام شويه يصير عنده لاك بي ان دي باراكسيزمال فينتريكولار دزنية وإلى آخره أورثوبنية وإلى آخره هاي الأشياء كلها ممكن prevent and minimize minimize hospitalization slow disease progression ما نخلي هذا and برولونج survival مهمة جدا برولونج survival وأرجع وأذكركم عدة ثلاثة أنواع برولونج survival البيتا بلوكر والأيسين هيبتر والسبيرونولاكتون لأنه برولونج survival ويقلل المورتاليتي فالجنرال ابروش احنا طبعا لازم نحدد الإيتيولوجي شنو السواه شنو البريسبيتيتنج فاكتور يجوز المريض عنده هايبر ثايرويديزم وبس اعالجها هاي يرجع المريض طبيعي هاي كلها جنرال ابروش determine ذا etiology اور precipitating فاكتور ذات كوزد ذا هارت فيلير طيب بصوره عامه انا من اريد اتعامل وي مريض اريد اعالجه راح انا اتعامل وي المريض حسب الستيج مالتنا اذكركم ستيج اي كانت المريض ما عنده شيء ما عنده شيء ما عنده هارت فيلير بس عنده هاي ريسك فور ديفلوبينج هارد فيلير عنده ريسك يا اخي عنده هايبرتنشن يا عنده هايبرتنشن اوكي فانا اريد ما اخليه يصير عنده هارت فيلير نتيجه الهايبرتنشن فاعتبره ستيج اي وراح اعالجه طبعا اذا هنانا خلي بس اعطيكم فد هنانا هم فد كم حكايه ايش بالصبوره اسمحوا لي وين راحت خلينا ناخذ هنا أنا. ناخذ لنا ورقه زين هاي هنا وين صارت الورقه؟ انضافت بعيده اسمحوا لي هاي كلها جاي تاخذ من وقت ال يلا مو مشكله زين اوكي فلا بأس انا اشرحها هنا أنا مو مشكله بهاي الورقه الفارغه أنتم أنتم عندكم الهارت فيلير عندنا ستيج ستيج انا مسوي عمليه بايدي تدرون شباب فلذلك ايدي قوه اكتب يعني ستيج اي اللي هو ما عنده هارت فيلير عنده بس آه يعني عنده ريسك فاكتور فور ديفلوبينج هارت فيلير ستيج بي وستيج سي وستيج دي الستيج اي دائما خلوا ببالكم ستيج اي دائما اعالجها مو هي اي يعني الاولى يعني اعالجها بدواء واحد ستيج بي دائما اعالجها باثنين ادويه ستيج سي اعالجها بثلاث ادويه ستيج دي اعالجها بهواي شغلات هاي ستيج دي اعالجها بهواي شغلات زين ستيج اي دائما اللي هو اللي اعالجها بي هو عباره عن اي سي ان هيبيتر اور اربس يعني هم يبدا باي اي سي ان هيبيتر اور اربس ستيج بي احط اضيف اضيف فوق الاي سي ان بيتا بلوكر بيتا بلوكر هي بي اضيف لها بيتا بلوكر ويل اي سي ان هيبيتر ستيج سي اضيف ويل اي سي هيبيتر ويل بيتا بلوكر اضيف سبايرونولاكتون شوفوا شوف شلون سهله دائما عالج ستيج اي بواحد هذا عالجه باثنين هذا عالجه بثلاثه هذا ستيج اي ستيج اي عالجه بالاي سي هيبيتر ستيج بي يحتاج اثنين اعالجه بالاي سي زائد بيتا بلوكر ستيت سي يحتاج ثلاثه عالجة بالاي سي انهبيتر زائد بيتا بلوكر زائد سبايرونولاكتون وراح اعطيكم بعض التفصيلات اللي احنا راح نحكيها يعني فتك تركات او تكات احنا راح نحكيها بالموضوع فلذلك تباعون ستيج اي اقرا لكم الموجود بالسلايد ذول البيشنت عندهم هاي ريسك فور ديفلوبينج هارت فيلير ايدنتيفاي اند موديفاي ذا ريسك فاكتور لازم احنا نسوي له بحيث بريفنت الديفلوبمنت اوف ان ستراكشرال هارت ديزيز ان سبسيكوينت هارت هاي شغله مهمه وبنفس الوقت من اريد اعالجه اعالجه قلنا ستيج اي يعني هسه انت اكيد ببالك تقول ستيج اي يعني اعالجها بالاي سي او ارب دوا واحد احتاج فقط دولار ريكومندد حسب الجايد لاين فور تريتمنت اوف ستيج اي زين ستيج بي مو قلنا نعالجه باثنين ادويه ستيج بي ياهم الادويه اكيد هسه انت جاي تقول اي سي او ارب دائما بين قوسين او قول او ارب وش اضيف له بما انه بي اضيف له بيتا بلوكر بيتا بلوكر تو ستوب ذا ديفلوبمنت اوف هارت فيلير اوكي البيشنت وذ بريفيوس ام اي دائما اذا المريض مثلا مالتنا عنده بريفيوس ام اي وسوت عنده هارت فيلير هم اضيف وياهن ستاتين هاي هيك فتشي شيء اضافه مع علاقة بالموضوع زين ستيج سي يا شباب بيش اعالجه؟ ستيت سي، ستيت سي قلنا لكم احنا هو سي يعني ثلاثة ثلاث ادوية، اكيد اي سي انهبيتر، اي سي انهبيتر، اي سي انهبيتر، وبيتا بلوكر، بيتا بلوكر، والشغلة الثالثة سبايرونولاكتون لاكتون، سبايرولا لاكتون، ذن الثلاثة، بس اكو شغلة هنا ننتبه لها يقول لك حسب الجايد لاين ستيج سي ممكن بعض الاحيان بدل ما تستخدم اي سي انهبيتر او ارب نستخدم شغله هاي الجديده اللي اجتنا الحلوه كلش اللي هي يسمونها ارني الارني راح اقول لكم شنو الارني او لا الارني اللي هو عباره عن كومبينيشن بين فالسارتان وساكو بتريل احنا اسولف لكم اياها قبل لا المخطط احنا بالهارت مالتنا هذا الهارت مالتنا عندنا الفينتر الاتريوم هذا الاتريوم الاتريوم بالستراتشينج من يصير بي stuttering. عاده يفرز له ماده اسمها اتريال ناتري يوريتك فاكتور اي ان اي ان اف اتريال ناتري يوريتيك فاكتور من اسمه اتريال ناتري يوريتك ناتري تعرفون انتم ناتري يعني صوديوم ويوريتيك معناها الصوديوم يطلع من الإضرار. فهذا الاتريال ناتري يوريتيك فاكتور هو دائما يطلع من هذا حتى يقلل او يزيد الصوديوم اكسكريشن بالادرار يزيد الصوديوم اكسكريشن بالادرار وبالاضافه الى عده شغله يسوي فيزو دايليتيشن فذن الشغلتين اللي يسويهن الاتريال نايتروتيك فاكتور اثنيناتهم حلوات لبول هارت فيلير كلش حلوات ليش؟ لان يطلع الصوديوم بالادرار ويسوي فيزو ونسوي فيزو دايليشن فاثنيناتهم حلوات بس يا فرحه الماتمت شلون؟ آه هذا هذا من يطلع أيضاً دقائق وراسا يصير بي ديجريديشن يصير ديجريديشن برودكت عن طريق انزيم نسميه نوبرولايسين هذا الانزيم نوبرولايسين نوبرولايسين هسه راح هذا النوبرولا هاي كلمه نوبرولايسين زين قالوا يابا احنا ذن الفائدتين اللي هن مفيدات لبو هارت فيلير انا ما اريد افقدهن لا شو اسوي؟ اجيب لي فد دراج اللي هو نوبرولايسين انهيبيتر نوبرولايسين انهيبيتر نوبرولايسين انهبيتر دوروا وشافوا اكو واحد يسمونه ساكوبتريل ساكو بتريل هو هذا نبرولايسين ان وحطوا وياه طبعا القصه مالته ما طويله بس ما اريد اقول لكم ليش حطوا وياه وكذا فالقصه حطوا وياه فالسارتان فالفالسارتان هو انجيوتنسين ريسبتر بلوكر وهذا نبرولايسين ان لذلك سموا هذا الكومبينيشن ارني ارني يعني انجيوتنسين ريسبتر نبرولايسين ان شافوه بالجايد لاين وعن طريق الكلينيكال ترايلز شافوا هذا اذا حطيته مكان الاي سي انهبيتر او مكان الانجيوتنسين ريسبتر بلوكر عند الناس اللي ياخذونه واللي هي تولر يتحملونه توليريتنج ذول الاثنين شافوا اذا خلينا الارني كلش حلو على بتقليل الموربيديتي اند مورتاليتي فصار الترناتيف مو الترناتيف صار ريبليسمنت رهيب لهذا الموضوع فصار عندنا السي عرفناه ايضا احنا ممكن نستخدم واي هاي تريتمنت يعني ممكن نستخدم لوب دايرتيك ممكن نستخدم أدوية ثانية اللي هي فيزو دايليتر مثل الهايدرالازين ايزو سوربايد داينايتريت هذا الكومبينيشن كلش حلو ممكن نستخدم ديجوكسين وإذا إحنا ما قدرنا ننزل الهارت بالبيتا بلوكر مثل كونترا اندكيتد او اي شيء ممكن نستخدم الايفا برادين ايفا برادين يعني ينزل الهارت ريت مالت القلب شلون ينزل الهارت ريت هو من اسمه برادين كانه ما يسوي برادي فإيفا برادين سيلكتد بيشنت ممكن ينزل الهارت ريت زين بعد اذا خلينا نشوف نعيد هذا الحكي نقول الامريكان كولج اوف كارديولوجي امريكان هارت اسوسيشن ستيج دي من وصلنا للستيج دي طبعا كل هذا بريديوس ايجكشن فراكشن اكيد ستيج دي من وصلنا يا شباب طبعا يعني معنى ستيج دي معناها انه احنا رغم كل ما سوينا بالتريتمنت بالشغلات اللي اعطيناها كلها هاي والمريض ما استفاد بقى بيرسستنت هارت فيلير بهاي الحاله اذا وصل لهيج حاله ستيج دي طيب شلون اعالج ستيج دي يا والله هذا يراد specialized interventions. Specialized له سبيشالايزد انترفينشنز شنو السبيشالايزد انترفينشن مثلا يسوون له ميكانيكال Circulatory سبورت يجيبون له يعني تنفس يعني كانما عن طريق الميكانيكال او مثلا على قول له مغذي 24 ساعه بدوبامين او دوبيوتامين ليش لانه يعني يحتاج كونتينوس اي في بوزيتيف اينوتروبيك ايجنت طيب ممكن بالحل الاخ يسوون cardiac transplantation هاي كلها معناها معناها ما ماكو نتيجه الى واصل خلاص واصل الاخر قصه مثل ما يقولون زين النان فارماكولوجيكال ثيرابي بالهارت شو نستخدم نن ثيرابي نستخدم بالهارت مثلا ريستريكشن اوف فلويد انتيك اند دايتوري صوديوم انتيك هو هاي حتى بالهايبرتنشن استخدمناها ممكن اذا عدى اسكيميك هارت ديزيز يسوي له ريفاسكولاريزيشن حتى حتى الكورونري ارتري ديزيز ما يسوي له هارت فيلير ممكن اذا هو ادويه جاي يستخدم يسوي هارت فيلير نسوي لها ديسكونتينيويشن كل هذا يعني محاولات نوقف الهارت في هارت فيلير زين بالنسبه لل للفارماكولوجيكال لل... ثيرابي اللي حكيناها مال مال سي من ساعه اي سي انهبيتر او ارب او ارني وبيتا بلوكر ونعطيها الدوستيرون انتاجونست مو هذا كل اللي اخذناه من ساعه يقول لك احنا دائما يفضل ان نستخدم وياهن دايورتيك بس الدايورتيك بالحقيقه مالتنا اختياره يعتمد على الفلويد ريتينشن هسه راح اقول لكم اياه يعني احنا راح نختار زايد دايورتيك لو نحتاج لوب اعتمادا عليه الفلويد ريتنشن وهذا الكلام كله مو عاد زين الدايورتيك نجي للدايورتيك الدايورتيك انتم تعرفون الدايورتيك مهمه جدا على مود تطلع الفلويد والصولت خارج الجسم فبالاضافه للشغله اللي سويناها النان فارماكولوجيكال اللي قللنا الصوديوم سوينا صوديوم ريستريكشن اوكي ممكن احنا نحتاج دايورتيك وياها ممكن ادينج دايورتيك از ريكومندد فور اول بيشنت وذ كلينيكال ايفيدنس اوف وات of fluid retention يعني المرضى اللي ما عندهم فلويد ريتينشن وعندهم هاي ارت فيلير يحتاجون دايورتيك يقول لك لا والله ما يحتاجون زين ويجيك واحد ويقول لك يجوز يابا يجوز يفيدني حتى لو ما هذا يفيدني على مود المورتاليتي اقول له لا اوقف رجاءاً انا عندي بس ثلاثه اللي يقللن المورتاليتي يا هم اجين رددوا وياي الايسين هيبيتر البيتا بلوكر و آه... بس ده اللي المورتاليتي غير واحد تعذرني ماكو ما, ما له علاقه بالموضوع زين بيكوز uh, يعني دي دو نوت التر ديزيز بروجريشن شوف هذا الكلام هنا لانه هن ما يقللن ديزيز بروجريشن ولا يطولن سيرفايفل يعني ما لهم علاقه بالمورتاليتي فدايورتيك ار نوت ريكوايرد فور بيشنت without فلويد ريتنشن طيب يقول لك يا نستخدم الثيازايد ثيازايد لو لوب الثيازايد طبعا مثال عليها الهايدروكلور ثيازايد تعتبر ويك دايورتيك ومو دائما نستخدمها بالهارت فيلير لان الهارت فيلير بالعاده بفلويد ريتينشن بالعاده اوكي ولكن ممكن نستخدم الثيازايد او الثيازايد لايك دايوريتك مثل الميتولازون تعرفونه ثيازايد لايك دايوريتك ممكن نستخدمها ان كومبينيشن وي اللوب حتى نزيد الفعاليه مال الدايوريسس اوكي ممكن نستخدمها ان كومبينيشن لكن اكو حاله ممكن نستخدم بيها ثيازايد وهو على الرغم من الثيازايد بالعاده مو مفضل بالهارت فيلير، لكن عندنا حاله الثيازايد يكون مفضل على اللوب، شو اذا المريض كان عنده هارت فيلير، شوف هارت فيلير زائدا هايبرتنشن، لانه الثيازايد دايرتيك، ثيزايد دايرتيك كلش مفيده بالهايبرتنشن، كلش مفيده بالهايبرتنشن، دائما تعتبر هايبرتنسيف الثيازايد، فلذلك احنا اذا عندنا هارت فيلير زائد هايبرتينشن نستخدم ثيازايد بينما اذا هارت فيلير زائداً هايبر يعني هايبر فوليميا يعني فلويد اوفر لود وريتينشن هايبر اكيد مفضل عندنا اللوب زين اذا عندك هارت فيلير زائداً هايبر فوليميا هاي اجمع لكم هايبر فوليميا زائداً شنو نفضل اللوب؟ يقول لك اي تفضل اللوب بهاي الحاله لان الاولويه لعلاج الهايبر قبل الهايبرتنشن فنستخدم اللوب دائما اللوب مرتبط بالهايبر مرتبط بالفلويد ريتنشن الثيزايد مرتبط بالهايبرتنشن اوكي يا شباب فلذلك هنا ممكن نستخدمهم الانجيوتنسين ريسبتر بلوكر او انهبيتر انجيوتنسين كونفرتينز انزايم انهبيتر تعرفون هالموجوده الموجوده عندنا هن اهم شغله بيهم تتذكرونها انه دائما يقللن المورتاليتي عند المريض اللي عنده هارت فيلير وذ ريديوست ايجكشن فراكشن دائما يقللن المورتاليتي اوكي الجايد لاين الكومن جايد لاين ريكرنت او الكرنت جايد لاين عفوا يقول كل الناس كل الناس اللي عندهم هارت فيلير وذ ريديوست ايجكشن فراكشن regardless وذر they have symptoms or not should receive ACE inhibitor to reduce morbidity and mortality واحد عنده الدارجوس ايجكشن فراكشن صح بس مشكلة ما عنده سيمتومز ومرتاح كل الناس كلهم لازم اضيف لهم اي سين هيبيتر لازم اعطيهم اي سين هيبيتر وحتى لو ما بده يشتغل وتاخر بالشغل استمر بالاي سين هيبيتر ليش لانه آه كلش تفيد بالموربيديتي والمورتاليتي طبعا دائما نضيف عبارة unless there are contraindications طبعا إذا عندنا contraindications تغير الخطة كلها للموضوع زين ممكن ممكن من أنطي من, من أنطي أي سي انهبيتر ممكن يتأخر الشغل مالتها قد يظل أيام دايز أو ممكن حتى قد يكون أسبوع أسبوعين طيب أنا أقطعها لهذا لا أقول له أنا أقول له للمريض أقول له يابا إذا تأخرت أيام او ما بدا الشغل حتى اسابيع او اشهر انت تستمر على الاي سي انهبيتر لانه تحتاج اشهر يلا تبدي الفول بنفيت مالتها، الفول بنفيت على السيمبتومز، فلازم استمر عليها على الرغم من انه اثارها ما بين عد المريض، زين، even if symptoms do not improve to continue long term therapy to reduce mortality and hospitalization اعتقد هسه انتم كلش صرتوا familiar ومسألة انه الاي سي انهبيتر كلش مفيده للمورتاليتي وتقلل ايضا الهوسبيتاليزيشن الانجيوتنسين ريسبتر بلوكرز الحكي مالتها مو بعيد وكلكم تعرفونه ارابز Recommended as از alternative دائما للايس ان هيبيتر العرب دائما على الاكثر هي ريكومندد على الاكثر العفو ريكومندد كالترناتيف بالبيشنت اللي ما يقدر يتحمل الايس ان هيبيتر خصوصا من الكف والانجيو ايديما مو خصوصا هو من الكف والانجيو ايديما ركزوا على هاي الحاله الله يرضى عنكم انتبهوا لي زين هنا أنا. يعني عندك العرب اذا مشكله الاي سي المريض ما قدر يتحمل الكف او الانجيو ايديما تعتبر العرب تعتبر الأرب ألترنتيف ناجح بالنسبة له لكن يا شباب إذا كانت مشكلة مشكلة الأي سي يعني المريض ما تحمل الأي سي إنهيبيتر مو على مود الكف والأنجيو لا والله لأنه الأرب لأنه الأي سي إنهيبيتر سوت له هايبر كاليميا أو لأنه ال اي سي سوت له رينال انسفشنسي او لانه الاي سي هيبتر سوت له هايبرتين هايبوتينشن بهاي الحاله حتى لو بدلته وطيت اربس طيب العرب ما يسوي هايبوتنشن؟ لا والله يسوي، ما يسوي هايبر كاليميا؟ لا والله يسوي، ما يسوي رينال انسفشنسي؟ لا والله يسوي، اذا بهاي الحالات الثلاثه ما تعتبر العرب فد ناجح بالنسبه للاي سي اذا مشكلتي وي المريض بالكف والانجيو إديمة بدله بارب وانت مرتاح. إذا مشكلتك ويا المريض أبو الأيسين AC صار عنده أو هايبر كاليميا أو رينال انسفشنسي لا تعتبر بديل ناجح الأربز للأيسين AC زين طبعا احنا عندنا هواية عربس أربز موجودة عندنا لكن الجايد لاين يقول أكثر أكثر الكلينيكال ايفيدنسز تقول عدي إذا تستخدمون استخدموا كاندي سارتان أو فال سارتان أو لو سارتان طبعا عندنا اربي سارتان تلمي سارتان موجودات وفعالات لكن الدراسات اللي عندهم اللي كلينيكال ترايل دائما تقول ذن الثلاثه والكتاب مالتنا الكاندي سارتان فال سارتان واللو سارتان فانت ذن الثلاثه دائما تركز عليهن بالمنهج مالتنا من ساعه حكيت لكم على الـ على الارني وقلت لكم الارني هذا مهم كلش واحنا ممكن نستبدله نستبدله للمريض اللي ياخذ اي سي انهيبيتر فاذا الفالسارتان بتريل ذني ساقول لكم الميكانيزم اوف اكشن مالته ارني approved to reduce the risk of cardiovascular death and hospitalization. يعني الارني يقلل الارني من اسالكم يقلل المورتاليتي لو ما يقللها؟ طبعا طبعا يقللها يقللها ليش؟ لانه ضمن الارني اكو فالسارتان مو فالسارتان الفالسارتان هذا ارب والعرب احنا قلنا عليه العفو الارب احنا قلنا عليه هذا بشغله انه هو يقلل المورتاليتي حاله حال الاي سي والبيتا بلوكر والسبيرولاكتون اذا يقللن بوث الديث مورتاليتي يعني والهوسبيتاليزيشن والهارت فيلير خصوصا وي المرضى اللي هم الكلاسز مالتهم اثنين الى اربعه حسب نيها كلاسيفيكيشن نيها يعني نيويورك هارت اسوسيشن بالتصنيف اللي حجيناه من ساعه شنو هذا بالله هذا يقول لك النبرولايسين نبرولايسين مثل ما حجيت لكم من الاتريوم يطلع نايتري اتريال ناتريوريتك بابتايد اتريال ناتريوريتك فاكتر او بابتايد وبعد عندنا غير فيزو اكتف بابتايد هم يطلعن لان كلهن من يطلعن ممكن بفتره قصيره يصيرن ان اكتف ميتابولايت تتحول يا هل الانزيم اللي يكسرهن نبرولايسين طيب انا لقيت لي واحد الساكوبتريل ممكن هو نبرولايسين انهبيتر يطول عمر الناتريوريتك بابتايد او فاكتر وبالتالي اذا طال عمره راح يسوي لي لور بلاد برجر ويسوي له بروموت ووتر صوديوم اند ووتر اكسكريشن وذن الحالتين هن مفيدات له بالهارت فيلير فيطني فيزو دايليشن ودايوريسيس والدايوريسيس اكثر شيء ناتريوريسيس ناتريوريسيس يعني يطلع الصوديوم بالادرار زين البيشنت يا شباب العدة هارت فيلير وذ ريديوس ايجكشن فراكشن واللي هم نيها كلاس 2 و 3 سيمتمز حسب الكلاسز ترجعوا لها الكلاسز نيها كلاس 2 او 3 سيمتمز واللي هم ت... كانوا عادي يستخدمون اي سي ان هيبيتر او ارب وما عندهم شيء توليريتنج اي سي ان هيبيتر او ارب يقول لك الكارت جايد لاين يابا حاول اذا مريضك كان يتحمل اي سي ان هيبيتر وكان يتحمل الارب وهو كلاسات مالته من اثنين او ثلاثه اوكي وريديوس ايجكشن فراكشن عنده مو بريزيرد ريديوس ايجكشن فراكشن عنده هذا الناس ذولة تقدر تبدلهم تعطيهم ارني ارني يعني الانترستو اللي هو ساكوبترين فالسارتان كومبينيشن انترستو هذا اسم التجاري اللي طلعته شركه نوفارتس اوكي فاذا بدلنا ذول الاي سي او الارب بهذا الجديد الارني شافوا فيرذر <applause> ريديوس بالموربيديتي اند مورتاليتي هاي الشغلة كلش حلوة، بس مشكلة هذا الارني اللي هو الانترستو يا شباب مشكلته بصراحة هو غالي غالي فانت هم لازم على مود احنا لازم الكوست افكتيف تريتمنت تصير عندنا ممكن واحد لازم يشوف المريض يقدر يتحمل هيجي سعر لو ما يقدر يتحمل هيك السعر. طبعا احنا اذا نريد نبدل على الارني، كان المريض يستخدم اي سي هيبيتر واحنا نريد نبدله على الارني ما يصير رأسا نقطع الاي سي و ورأسا نطي ارني، يقول لك لازم تنتظر 36 ساعة يسمونها واشينج بيريد واشينج بيريد تنتظر من تقطع الايسي ان هيبيتر تنتظر 36 ساعه وبعدين تبطي الارني اللي هو الانترستو او الساكو بتريل سارتان كومبينيشن حتى تضمن انه المريض ما عنده بقايا من الايس ان زين اذا ما انتظرت ايس ان هيبيتر وانطيته وياه يقول لك تزداد احتماليه الانجيو اديمة اذا ما ظليت 36 ساعه تزاد احتماليه الانجيو إديمة والانجيو إديمة مو بس نسمع بها يا شباب ترى خطره صحيح هو تورم الميوكوس ميمبرين واللبس والسوفت باليت واللسان ممكن يورم بس مو هاي مشكلتي مشكلتي اذا ورمت عندي اللارنكس وصار عندي لارنجيال إديمة لارنجيال إديمة يعني المريض ممكن يختنق ويموت اوكي هاي الشغله بينما انا اذا كان المريض مالتي يستخدم فالسارتان او يستخدم اي واحد من الارب هم محتاج واشينج بيريد يقول لك لا والله نو ويتنج بيريد او واشينج بيريد از نيدد اذا مريضك كان يستخدم واحد من الاربز اوكي بالنسبه للبيتا بلوكرز هواي حكينا عليها بالهايبرتنشن بيتا بلوكر طبعا ريديوس الهارت فيلير يقلل المورتاليتي والهوسبيتاليزيشن اثنينهم هو واحد من الثلاثه الكبار اللي يقلل المورتاليتي اند هوسبيتاليزيشن نعطيهم البيتا بلوكر للناس اللي هم ستيبل هيموداينامكلي ستيبل يعني شنو هيموداينامكلي ستيبل يعني بهاللحظه المريض ما عنده بلمونري ايديما وضعت الهارت وضعيته يعني خلاص ستيبل هيمودايناميك ستيبل فنقدر نعطي بيتا بلوكر فنقولك لك البيشنت دائما لازم ياخذ بيتا بلوكر حتى لو ما عنده سيمتمز او مايل سيمتمز اور ويل كنترولد وذ اي سي انهبيتور ما يخالف ضيف له بيتا بلوكر ليش يابه؟ ليش اضيف له بيتا بلوكر خاصه اذا كان ستيج بي ليش اضيف له بيتا بلوكر لانه البيتا بلوكر كان ريفيرس ديزيز بروجريشن كان ديكريز مورتاليتي وكان برولونج سيرفايفل ويقلل الهوسبيتالايزيشن كل هاي صفات حكيناها هوايه طيب كل البيتا بلوكر اقدر استخدمهن لا والله مو كلهن يقول لك استخدم البيتا بلوكر اللي عندهم مينيمال نيجاتيف اينوتروبيك اكتيفيتي مينيمال نيجاتيف اينوتروبيك اكتيفيتي ذولا اللي هم كارفيدولول ميتوبرولول سكسينيت موترتريت سكسينيت طبعا هم ترى وبيسوبرولول ذني الثلاثه نقدر نستخدمهم دائما للتريتمنت اوف هارت فيلير بحيث ما يأثرن على الكون يقلل المورتاليتي انت شافوهن كلش هواي يقلل المورتاليتي بلارج هارت فيلير ترايلز يعني سووا ترايلز كلش هوايه على مرضى بالهارت فيلير هوايه يعني عدد المرضى هوايه شاركوا بها وبالتالي اثبتنا فعاليتها على المورتاليتي. طبعا هذا هنا انا مخلي لنا جزاهم الله خير دكتور ضياء يمكن هذا انضافه بالمحاضره. سؤال علمي دائما يقولون ليش ليش دائما عندنا بالكافيدولول الجرع ثلاثة و وخمسة وعشرين ستة وربع 12 ونص ليش لهالدرجة معقول احنا دقيقين بهالدرجة يقول لك اي والله دائما احنا نتعامل مع البيتا بلوكر وحتى الايسين هيبتر دائما نتعاملهم على مبدأ يسمونه ستارت لو اند جوست لو فدائما نبدي ستارت بيتا بلوكر وحتى الايسين هيبتر وذ لو دوز وبعدين جراجولي ابورد سلو اب وورد سلو اسكاليشن سلو تايتريشن للجرعات الاعلى فالاعلى فالاعلى الى ان اوصل التارجت دوز مالتي حتى امنع worsening اوف ذا سيمبتومز طبعا الالدوستيرون انتاجونس عندنا اثنين بس الشائع منهم spironolactone بس الابليرينون الإل، 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 الابليرينون آه، تعرفون الفرق بي انه ما يعطيني هرمونال افكت او ميتابوليك هرمونال افكت فبالتالي الـ spironolactone هو المستخدم هوايه هو اليوزد از الدوستيرون uh, انتاجونست وهو ايضا يعتبر من الثلاثه الكبار بالتريتمنت اوف هارت فيلير لان يقلل المورتاليتي يقلل الهوسبيتاليزيشن وايضا يقلل الريموديلينج اوف ذا هارت الكرنت جايد لاين يقول لك دائما نضيف ادينج لو دوز الدوستيرون انتاجونست يعني نضيف سبايرون ابو ال 25 جرام مثلا تو ستاندرد ثيرابي تو امبروف ذا سيمتومز ريديوس ذا ريسك اوف هوسبيتاليزيشن And the most important thing is to increase survival in selected patient او selected اللي احنا هسه راح نقول لكم يا منو ذول المرضى. So low dose aldosterone antagonist may be appropriate for ياهم الناس اللي احنا كلش مهم نضيف لهم aldosterone يقول لك الناس اللي عندهم بس خلي اطفي الانترنت عفوا هاي كلش تطوجني جاي يعني low dose aldosterone antagonist may be appropriate for what for the patient اللي هم عندهم mild to moderately severe uh, heart failure with reduced ejection fraction أو يسمونه نيها كلاس 2 إلى 4 يعني يعني mild to moderately severe هو uh, who receiving standard therapy نظيف لذولا اللي وصلوا هيك نظيف لهم مثل ما حكينا من ساعة بستيت سي إذا تتذكرون والذولا الناس اللي عندهم left ventricular dysfunction ويا ربما ربما اكيوت هارت فيلير يعني هو كان المريض كان اوكي وراسا صار عنده اكيوت هارت فيلير اوكي او صار عنده دايابيتس ايرلي افتر ام اي دايابيتس ايرلي افتر ام هذول الناس اذا واحد سالك قال لك يا كل هذول اليجبل بيشنت تقول له هذول الناس طبعا نايتريت وهايدرلازين هذول بالفارماكولوجي اذا تذكرون كنا نسميهم هذا الكومبينيشن نسميه فارموكو كومبلمنتري كومبينيشن هذا شنو فارموكو كومبلمنتري معناها واحد يكمل الثاني هذا فينو دايليتر وهذا ارتيريو دايليتر هذا الارتيريو دايليتر يعني يقلل الافتر لود هذا الفينو دايليتر يعني يقلل البري لود. فمن نسوي لهم كومبينيشن احنا راح نقلل البري لود والافتر لود وبالتالي راح نقلل الـ يعني راح نخفف على الهارت من الجهتين من الجهه اليمنى والجهه اليسرى وراح نقلل السيستميك فاسكولار ريزيستنس وبالتالي بالنتيجه راح يزداد الكاردياك اوتبوت والستروك فوليوم اوكي وهو المطلوب الجايد لاين ايضا اذا المريض مالتي اذا المريض مالتي افريكان امريكان ذول الافريكان امريكان يا شباب الافريكان امريكان اذكركم بهم دائما ذول عدهم الرنن قليل الافريكان امريكان دائما عدهم الرنن قليل فما معقوله انا الرنن قليل واعطيهم ادويه تشتغل على الرنن ياهم الادويه اللي تشتغل على الرنين بتشتغل على الرنين الاي سي انهبيتر او اربز وايضا بيتا بلوكر ايضا تشتغل على الرنين فلذلك انت دائما اذا افريكان امريكان نبتعد عن الاي سي انهبيتر والارب ونبتعد عن البيتا بلوكر اذا ايش انطي للمريض يقول لك يا ابا اشياء اللي هي هذا الكومبينيشن كلش حلو بشغله الافريكان امريكان هايدرالازين وي الايزوسوربايد داي نايتريت اوكي وهذا الكومبينيشن كان بي يوزفل بالبيشنت ايضا اللي اصلا مو شرط دول الافريكان امريكان حتى اللي ما يقدرون يتحملون الأرب وال وال والاي انهبيتر لان عندهم مثلا رينال شينسي ما اقدر اعطيهم أرب او عندهم هايبر كاليمي عندهم هاي بوتنشن شو اسوي؟ اعطيهم هذا الكومبينيشن بقى عندي الايفا برادين يا شباب هو تعرفونه أنتو هو دائما يمنع يمنع الصوديوم كرنت يشتغل على الاس اي نوت صراحه ويمنع الصوديوم كرنت يعني الدخول للصوديوم للاس اي نود وبالتالي ريسبونسبل فور كنترولينج هارت ريت زي دائما هذا الايفا برادين من اسمه برادين يعني يسوي برادي كارديه ف does داز نوت افكت اي في نودال كوندكشن حلوه بي نوت افكت اي في نودال كوندكشن طيب هذا من احكي هاي الحكايه علي من جاي اشمر حكي جاي اشمر حكي على البيتا بلوكر لان البيتا بلوكر صحيح تقلل الهارت ريت بس ايضا عندها تاثير على الاي في نود بحيث تقلل الاي في نودال كوندكشن بينما الايفابرادين يشتغل بس على اس اي نود يعني يقلل الهارت ريت بس من الاس اي نود وبالتالي هاي تعتبر جيده الحاله زين لانه بيكوز اوف ذا كلير بنفيت اوف بيتا بلوكر على المورتاليتي بيتا بلوكر لانه كانت تاثر لي على المورتاليتي كلينيشن شو تايت The ذا tolerated dose before considering use of إيفابرادين يعني يقول لك البيتا بلوكر البيتا بلوكر مثلا انا اريد استخدم البيتا بلوكر على مود اقلل الهارت ريت اللي مصحوب وي الهارت فيلير طيب يقول لك انا قبل ابدي ايفابرادين لا والله ما قبل ليش لانه البيتا بلوكر بها فائده تقلل لي المورتاليتي فلذلك انا بعد ما اايس من البيتا بلوكر اذا ايست من البيتا بلوكر وصعدت الدوز شويه شويه مالت البيتا بلوكر ووصلت للماكسيمم توليريتد دوز مال البيتا بلوكر ورغم كل هذا الهارت ريت ما بدا يقل بذيك الساعة يا أقول خل استخدم إيفابراتين فالإيفابرادين هنا از is indicated to reduce the risk of hospitalization for worsening heart failure in patient who are either on a maximally tolerated dose of beta blocker or have a كونترا اندكيشن للبيتا بلوكر شنو معنى الحكي هذا معناه الايفا برادين. انت تستخدمه على مود تقلل الهوسبيتالايزيشن عند البيشنت اللي عندهم هارت فيلير بس إيش وقت ذول اللي وصلت وياهم ماكسيمم دوز من البيتا بلوكر وما فادته وذول الناس اللي اصلا عندهم البيتا بلوكر كونترا بطريقه معينه فيا انا الجا للايفابرادين يا اذا تباوعون من حكيت ايفابرادين وقلت يقلل الهوسبيتاليزيشن قلت وياها مورتاليتي لو سكتت لا ما قلت مورتاليتي قلت بس يقلل الهوسبيتاليزيشن يعني يقلل الموربيديتي مو هاي يقلل المورتاليتي المورتاليتي يعني وفاه الموت يعني الديجوكسين طبعا الديجوكسين تعرفونه سابقا كنا نستخدم الديجوكسين بالهارت فيلير بس هسه الديجوكسين بالحقيقه هو شافوه انه بعض الاحيان الافكت مالته على الـ على الهارت فيلير على الهارت فيلير وعلى الهوسبيتاليزيشن شافوا بعض الاحيان ما له علاقه لا يزيد ولا يقلل هوسبيتاليزيشن ولا والله بعض الاحيان شويه يقلل الهوسبيتاليزيشن وبعض الاحيان اصلا اصلا ربما شافوا انه الـ 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 الديجوكسين ممكن يزيد المورتاليتي جماعه يعطونهم عندهم هارت يعطونهم ديجوكسين يموتون زاد زيد فالديجوكسين مو ما يعتبر من اللاينز المهمه بس بالهارت فيل حاليا دائما يستخدمونه بالاي اف شنو الاي اف يعني الاتريال فيبريليشن الاتريال فيبريليشن هذا الهارت هذا الهارت نوبات no, انا عندي الكهرباء لازم تجي من الاس اي نود تروح للاي في نود للبندل اوفيس وبعدين تتوزع الـ... هنا اللفت بندل برانش الرايت بندل برانش والبيركنج فايبر تروح بعدين تتوزع على كل الهارت مو هيك كنا نحكيها طيب هذا الاي اف يقول لك نوبات ما تطلع الاشاره من الاس اي نود تطلع من فد من مكانات بؤر بؤر خارجيه يسمونها اكتوبك اكتوبك فوساي او اكتوبك فوكس المفرد مالتها فاذا سوت هيك يظل يظل الاتريوم يرجف صير بي رجفة شلون السيارة فإذا صارت رجفة هاي يسمونها أتريال فيبريليشن الهارت الديجوكسين بالحا... تاخذونها بالأرذمية راح نطية على مودي حولنا الأتريال فيبريليشن إلى فلتر وبالتالي عالجنا الاتريال فيبريليشن هذا الحكي مالكم علاقه به حكيته انتم بس تعرفوا انه الديجوكسين الافكت مالته ممكن ما قد يكون يقل ما له علاقه بالهوسبيتاليزيشن قد يكون يقللها او قد يكون يزيد المورتاليتي مالت المريض لذلك هنا الديجوكسين از نوت كونسيدرد اس فيرست لاين ايجنت بالهارت فيلير لكنه ممكن يعتبر يضيفونه للايسي هيبيتر للبيتا بلوكر لل, لل... لل... كل ذولا بالتريتمنت اوف سيمتوماتيك يعني هو سيمتوماتيك تريتمنت بالحقيقه وممكن ممكن يقلل شويه الهوسبيتاليزيشن حسب بعض الدراسات الديجوكسين أيضا يستخدمونه بعض الأحيان بالأرذمية مثل ما حكيت لكم هنا بالأرذمية نستخدم الديجوكسين كرئت كونترولينج ايجنت ريت controlling ايجنت شنو كلمه ريت كنترولينج ايجنت ريت كنترولينج ايجنت شباب من بعض الاحيان مريض صار عنده اي اف هنا اتريال فيبريليشن الخربطه كلها صارت بالاتريوم انا ما اريد الخربطه الموجوده بالاتريوم ما اريد الخربطه من الاتريوم تنزل على الفنتركل بحيث الفنتركل يضل يدق هوايه وبالتالي يصير عندي ventricular فيبريليشن ممكن فانا اي شيء اريد ما ازيد خربطه الفينتر الاتريوم تنزل على الفينتركول لان الفنتركل مو فما اريد ينزل وبالتالي هنا يا شباب احاول اجيب ايجنتس اللي تقلل الكنترول تقلل الريت مالت الفنتركل شنو مثل ايش مثل البيتا بلوكر ايضا لانه هن اي في يشتغلن على الاي في البيتا بلوكر وواحد منهم ايضا الديجوكسين طبعا كان شاب لوكر همات بس الديجوكسين يعتبر ريت كونترولينج ايجنت نطيب السوبرا فينتريكولار ارثميه كلمه سوبرا فينتريكولار ارثميه اي شيء فوق البندل اوف اي كهربائيه خربطه بالكهربائيه فوق البندل اوف هيس اسميها سوبرا فينتريكولار ارثميه والى اخره طبعا اجي للبريزيرد هذا هسه كل الحكي اذا هو reduced ايجكشن فراكشن البريزيرد ايجكشن فراكشن كله نفس الحكي كله نفس الحكي تروح روح كله نفس الحكي نفس الحكي كله نفس اللي نفس ما عدا هسه اقول لكم بالما عدا ما عدا راح امشي كله نفس الحكي ما عدا هذا هنا الالدوستيرون انتاجونست هنا شافوه اذا بريزيرد ايجكشن فراكشن مو يقلل المورتاليتي يقلل الهوسبيتاليزيشن الريسك اوف هوسبيتاليزيشن اوكي والشغله الثانيه والمهمه جدا الشغله الثانيه والمهمه جدا انه انا من كنت سابقا استخدم بالعلاجات مالت الهارت فيلير وذ ريديوس ايجكشن فراكشن نهائيا ما جبت طاري الكالسيوم شانل بلوكر بس هسه راح بالبريزيرف راح اقول لك كالسيوم شانل بلوكر كود بي يوزد فور تريتمنت اوف هارت فيلير with preserved ejection fraction preserved. أضيف النان دايهيدروفايريدين كاسين شان بلوكر هنا آه للبيشنت خاصة اللي الناس اللي عندهم الناس اللي عندهم اتيريال فبريليشن قلنا ايش قلنا؟ قلنا كونترولينج ايجنت بس بالحقيقة الفراباميل إذا هارت فيلير أتجنبه الفراباميل إذا هارت فيلير أتجنبه يفضل إما نستخدم عفوا نستخدم ال, 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 الداي هيدروبايرين نستخدمه ممكن بالتريتمنت اوف هارت فيلير وذ بريزيرفت فاكشن وخاصه خاصه الاملودبين الاملودبين <inches> مهم جدا وكونسيدرد از سيمتومز ليميتنج انجينا اور هايبرتنشن اللي هي اسوشيتد وذ هارت فيلير وايضا فلذلك دائما احنا اذا عدنا نضيف كالسيوم بلوكر نضيفها شو وقت بالهارت فيلير نضيفها للناس اللي عندهم هارد فيلير ود ايجكشن فراكشن والحمد لله رب العالمين ان شاء الله نلتقيكم في محاضره قادمه ايضا متعلقه بالهارت فيلير اسمها كومبنسيتد هارد فيلير ان شاء الله ما تطول نفس هذا الوقت لانه صراحه المحاضره طويله وبها معلومات هوايه نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق باعتبار هسه الساعه بالوحده و13 دقيقه ليلا ف اتمنى لكم ان شاء الله احلام سعيده وتصبحون على الف